جوز الطيب أو الجوزة كما معروفة بالعامية نوع من أنواع البهارات اللي كتضيف نكهة خاصة للأطباق ديالنا، لكن شنو هي فوائد ومدار الجوزة؟ الإجابة مع أخصائي التغذية. صباح الخير عليكم. اليوم إن شاء الله غنهضروا على الجوزة اللي هي معروفة بطبيعة الحال عند واللي داخلة حاضرة في واحد مجموعة من الأطباق، يعني كمنسم يعني كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع، بالإضافة إلى هذاك المذاق الرائع فهي كذلك كتعاوننا حتى في العملية ديال الهضم ديالنا. هاد الجوزة يعني ربما الاستعمال ديالها ملي كنشوفوا في التاريخ فهو بطبيعة الحال حاضرة بزاف في واحد مجموعة من الأطباق عالمية، اللي منهم الأطباق هندية، أطباق صينية، أطباق يابانية. دائما كنلقاو على أطباق مغربية بطبيعة الحال ملي كنستحضروا راس الحانوت، ملي كنهضروا المساخن، ملي كنستحضروا واحد مجموعة من المروزية، دائما كنلقاو على أن كاينة واحد النسبة ديال المروزية اللي كتكون حاضرة. وهنا بطبيعة الحال كنت حتى على الكمية، كنلقاو أن الكمية اللي كتستعمل واحد جوزة كتحك واحد شوية، وكنستعملوا واحد الكمية معينة واللي كتكون قليلة اللي كتذوب في وسط هذاك الطبق اللي احنا كنستعملوا، يلا كنستافدوا من كما ذكرت هذيك التأثيرات اللي عندها النافعة اللي عند الجهاز الهضمي تاعنا. ولكن اللي نبغي نشير ليه لأن الجوزة هي داخلة في العالم كامل ومنهم المغرب من بين الأعشاب اللي كانوا يعني واحد مجموعة من الناس تعرضوا لواحد مجموعة من التسممات منها. يعني يكفي نقول مثلا بحكم لاماليستيسين واحد مجموعة من المكونات اللي فيها اللي عندها تأثيرات أولهم بعدا على الدماغ نتاعنا، لدرجة أنهم كاين اللي يقدروا يلوحنا في واحد درجة لنا واحد كمية معينة كبيرة الجوزة والفوق، يعني هو إنسان تناولهم فكيقدر يغيب واحد المدة اللي تقدر تكون 24 ساعة، يعني النوم عميق وربما تقدر تكون عنده حتى تأثيرات أكثر. هذاك الشيء علاش يعني الحذر كيكون على حساب الكمية اللي احنا كنتناولوها. كذلك ذكرت الأميغستيسين، وهذا الأميغستيسين بطبيعة الحال اللي هي مكون أساسي اللي كيعطينا واحد اللي هي أوفوريزون، بمعنى أنه كيعطينا واحد الإحساس بحال واحد النشاط، ولكن مباشرة بعد منه كنمشيو لهذاك النوم العميق اللي كيقدر كما قلنا يستمر، وبالإضافة إلى أنه عنده تأثيرات كذلك اللي كتقدر تكون الخطورة ديالها مختلفة على حسب الكمية اللي احنا كنتناولوها. هنا بطبيعة الحال هادشي اللي كيخلينا يعني في وقت ديال أن احنا فاش كنتناولوها كيكون واحد الحذر كبير، اولا من ناحيه الكميه اللي حنا كنستعملوها، ثانيا عند الناس اللي هما كيتناولوها بطبيعة الحال. يعني هنا اطفال كيتناولوا الجوزه، سيده مرضعه، سيده حامل، انسان عنده واحد المرض النزوي خاصه على مستوى الكبد وعلى مستوى الكلي، فهنا بطبيعة الحال نفضلوا على انها ما تكونش، ولا حتى الا كانت كتكون بواحد الكميه اللي هي اونسيسترال، الكميه اللي كانوا كيستعملوها الناس الاوائل، بمعنى انهم كانوا كيستعملوها التنسيم. وهنا فاش كنستعملوها التنسيم هنا نقدروا نقولوا على انه كيبقى الفعاليه ديالها يلاه على مستوى الجهاز الهضمي، وهنا بطبيعه الحال كانت كتستعمل كما بقى لهذيك كتمكننا ان احنا نتفاداو دوك لي فلاتولونس، داك الانتفاخات وداك المشاكل كامله اللي كتقدر تكون عندنا من بعد واحد الاطباق اللي كتكون من ناحيه ديال الهضم ديالها ما كيكونش بواحد السهوله.